ما هي نصيحة الشيخ صالح لأولئك الذين يقومون بحملات الحج؟ لا بأس بذلك إذا كانوا يقومون بحملات الحج منظمة على المطلوب، ولم يكن فيها إجحاف وطمع بالناس. وأيضا أمر مهم جدا على الحملات وعلى المطوفين، وهو تمكين الحجاج من أداء المناسك على وجه المشروع، لأن بعض المطوفين وبعض الحملات لا يهمهم إلا أخذ الدراهم، ولو أخلوا بمناسك الحج فلا يمكنون حجاجهم من المبيت في مزدلفة، ولا يمكنونهم من البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ولا يمكنونهم من النزول في منى والمبيت فيها. فهذه الأمور يجب على الحجاج، ولا يمكنوهم من الرمي وقت الرمي المشروع، قد يضايقونهم فيرمون في غير الوقت المشروع قبل الزوال، في الضحى يرمون، هذا خطأ، إلا في يوم العيد. قد يخرجونهم من مزدلفة قبل منتصف الليل، فهذا خطأ وهذا ترك لواجب. فعلى الحملات وعلى المطوفين أن يتقوا الله عز وجل، فلا يغرروا بالحجاج، ولا يكلفوهم ما لا يطيقون، ولا يخلوا بمناسكهم، لأن هذه أمانة تحملوها ويسألون عنها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.